السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم في هذه السلسلة. اليوم بتكون إدارة الأزمات والمشاكل، أو الأزمة والمشاكل الصناعية اللي عندنا هني. طبعا الموتى وهان حلت مشاكلهم، أمورهم طيبة وكل شيء وتمام. أنا بس شيء واحد مني أشوف دخل الشوارع كم، لأن كل شارع قاعد أسوي قاعد أحط عليه فلوس، والناس والله قاعد تروح وترد يعني. وأشوف إنه لاعب دور كبير في حل أزمة الميزانية ويزيد يعني، بس حال لي دور كبير في أزمة الزحمة. الصراحة بصراحة شوفوا ما في زحمة في المدينة، معناه تمام السكان يزيدون، كل حد يزيد، ليش خايف؟ انزل الحين اللي بنسويه، نحن نبى مكان ما في أي ثروات. شوفوا اللي هو مكان نفس هني بنسوي مدينة، عايبني المكان بعدين مدينة أوكي، بس الحين بنسوي أرض صناعية. مشكلة وايد معادن، شي شوفوا وايد معادن، وايد مو بشوية. فالحين أنا خايف أني أخرب الثروات اللي عندي، لأن هني عندي غابات، هني عندي غابات، هني عندي شي، فبسويه هني. وهني طبعا جبل جليدي، زين مش جليدي أوكي، لكن يبل يعني. لكن لازم نشيل الصناعية من هنا، لو ما شلنا الصناعية من هنا البلوشن هذا يحس يذبح العالم. شوف يا تسوي أزمة عالمية. فشو بسوي؟ يا أني أحول هاي الصناعية وما بحولها، أو أني أكمل على هذا المكان وأسوي صناعية، لكن بعد مش عملي. فبرايا اللي هني، لأن إحنا أوريدي عندنا منطقة مزارع، زين؟ فشو راح أسوي؟ اللي راح أسوي الصناعية هني، بعيد عن قدر المكان، بعيد عنه. لكن تعرفون شو؟ خلنا نسوي المكان هذا مكان صناعي. خلنا بنحطي نحن مدخل على هذا الشارع، يمكن استفيد من الزراعة اللي فيه بعد، ما اعرف، بشوف يمكن اسوي مدخل ثاني. خلنا بعد شوي بتقولون بعد مدخل، هي بعد مدخل، المداخل تزيد ما تنقص. المشكلة اللي عندي أنا عارف إني بواجهها، اللي هي شو اسمه، إني قاعد أدوس على الموارد، بس في وايد موارد على الخريطة، وأنا ما راح أستعمل الموارد بهاي الطريقة الجبارة، إني ما راح إني راح يلزمني كل قطرة حاليا يعني. أنا أتوقع هل نخالف هاي في نقاط الزحمة؟ اوكي، واحد امشي هني، اثنين، خلنا نسير معاكسين، نقلل الزحمة قدر الامكان، حطي ثلاثة هني اوكي. هاي كلها صناعية، كل ابوها صناعية. خلنا نسير هذا مكان ثاني، يعني شوي عشوائية، بس انه لا مش 100% عشوائية. بس لحظة خلنا نشوف ماي. تعالوا بطريقة هاي، كهرباء تحت الأرض، بنحطي لهم صناعية هني أول شيء. حتى لو على الشارع أظني عادي، لا ما بسوي هالشارع على شيء، هالشارع رئيسي هني، يمكن أحول المصانع الإدارية هني، وبنحول الصناعية اللي هناك لهنا يعني. خلوني أعبي هالمنطقة أول شيء، صبر بخبركم شو بيستوي. خلوا برأي تحت أرض زراعية، أنا أعرف، لكن أرض زراعية غير بنحصل. توه شفنا على الخريطة وين كانت الأرض الزراعية، توه هنا يشوفوا أراضي زراعية، أراضي زراعية، أراضي زراعية، وايد شيء. ما عندي مشكلة يعني، عادي، بستغني عن الأرض هاي، العيون الصناعية. انزين الحين التلوث اللي هناك انا ما اعرف متى بيخوز الصراحة، بس الحين اللي لازم نسويه على الاقل بيستوي تحويل الكهرباء بعد ما هناك لهني. ترى الحين شو انواع الكهرباء اللي عندنا مفتوحة؟ صبر، عندنا جيثر ولا هم يطلع وايد كهرباء من المشكلة. نبا اويل باور بلانت، كم باقي لنا عندنا؟ لحظة
باقي له وايد. خلنا نجيب اللي عندنا هني. وين صارن؟ في واحد هني، خلنا نشله نيبه هاي المنطقة، بنخليه على شارع خاص فيه. ليش؟ على أساس إنه ما يدخل في الزحمة، ولا ال 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 السيارات اللي حقها يا امدادات ما تدخل في الزحمة. خلونا نحن أنا سويت شيء غلط، لحظة، محتاجين كهرباء مش غلط عادي. أنا بنحول هذا وبنحول، في عندنا اثنين هنا غير هذا، بنحط اثنين هالاتجاه. شوف وصلت الكهرباء؟ لا بعدها، مفروض يبنوا صناعية الصراحة يعني، على الاستهبال يعني لو سمحتوا. انزين، وعندنا بعد كهرباء. وين كهرباء؟ هني في هاي الباقيات، ترى باركنات مش كهرباء. خلنا نحط كهرباء هني، خلنا نحط نقطة بتوصلها بس. تمام، بنلغي الصناعية اللي هني تماما. لحظة خلنا نشوف الشل الأراضي الصناعية اللي هني كلها اللي في نص المدينة. لازم ترتيب دنيا. لحظة الحين هذا لازم نسوي له امبتي. امبتي بيلدينج ها 74% فل، 74% فل. في عندنا شيء ثاني هني لازم نشله، الماي مكانه غلط. الماي بسويه، شوفوا دائرة الماي عندنا اللي عندنا يبل هني صح، واليبل يمر من فوقه شو اختار صح. هلا نفتح التول هذا، هلا نسوي مكان هني. اوكي لا، خلو المكان بالطريقة هاي. شوفوا نميل الشارع بالطريقة، ان شاء الله يضبط اللي في مخي. تقريبا ضبط، مش بالضبط، تقريبا تقريبا ضبط. الحين بتفهمون خلاص انا شو بسوي. شو عندي هنا؟ ها شو سولار باركنج، شو اللي حطه هنا؟ ايوه سلوب تو ستيب. خلنا زين عيال، شو نسوي؟ نرجع ورا شوي. زين نسوي 1 بوينت سلوب تو ستيب. الغريب اني لو اسويه يمكن لاني جبته من الاخر عادي خبله، بس لو بجيبه من نص المسافة ايه. شوفوا شارع غريب صح، في نص الجبل. تقولوا وش السالفة الحين؟ بس انا بخبركم السالفة. ما فيها، احنا لما نشبك الشارع هذا ابغى اجيبه فوق القطار. اوكي اخترى خرب الدنيا. لحظة انزين، ومن فوق القطار ها بعد العقب ماله. انزين سلوب تو ستيب بيقول لي حلو. انزين خلنا نجيب شارع مش دائري، لا شارع جسر. زين جسر هذا يا جماعة علة العلل. اوكي 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 صبر. سلوب تو ستيب اجين، ما قاعد يضبط اللي بمخي والله. لو يضبط اللي بمخي تطلع حركة مش طبيعية ترى، تطلع حركة مش خرافية، شيء خرافي يطلع، يطلع شيء جدا خرافي، مش طبيعي أبدا بيطلع. اللعبة ليش
لحظة، لعبة شبه عالقة. اوكي هذه انزين، لو يضبط اللي في بالي بيطلع شيء ترى خطير، خطير مرة 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 خطير. فبحاول اني اضبطها بطريقة او باخرى، بس لين حاليا شو بنسوي؟ خلى بعدين تسر ثاني بتفيق العقب. الحين شنو بنسوي؟ نبغى نيب، خلنا نبند هذا المنيو برش سايز، نبغى نساوي الارض الطريقة هاي. اوكي ان يكون درب جبلي، لكن مش ذاك الجبل يعني. شوفوا ارض شبه مسوينها الانسان غصب، يبين. ابى احط هنا شوي حصى ولا ما يبغى له حصى، ما اعرف. انزين بس بنيب شارع بحشيش لازم. لا 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 تتهور. ايه ليش مرتفع هذا؟ اوكي خله ينزل على اليبل تماما. الحين بالنيبله هذا يضبط، هذا يضبط. الثاني ما بقول خايس، زين تبي قلت الخايس. زين كار فاكتوري، مصنع سيارات، فايبر جلاس اور ستاندر اندستري. هذا عقب بنسوي. الحين خلينا نخلص المهمه المستحيله هاي، اللي هي هاي اللي انا ما اقدر اسويها، تعرفون. زين شو اذا يبتع القطار؟ بس حرام اسوي نقطة قطار ربانة. زين اذا عيبة بهاي الطريقة، ما قاعد تضبط وياي. ولو يضبط يستوي شيء فنان، بس تعرفون شو بسوي؟ اذا ما ضبط بهاي الطريقة، خلني اجرب طريقة المراوغة شوي. لحظة طريقة المراوغين، لان هذا يستوي صح؟ هذا معناه اذا اجيب شارع بالطريقة هاي وارفع، لحظة سلوب تو ستيب، لحظة اذا اجيب شارع بالطريقة هاي، لحظة لازم نبدأ زيرو، سوري نبدأ من الصفر. زين إذا حطيت هذا بالطريقة هاي، جبت هذا خط سيدة لين هني. إذا جبت هذا، لحظة أقدر أسوي ويت، ليش ما اسوي بالطريقة هاي؟ اوكي طيب نقطة منه، لان اذا جبت نقطة من هذا سلوب تو ستيب صح، بس اذا رفعته بما فيه الكفاية سوينا شارع خطير شوي. ما اعرف اذا اقدر نبغى شوي شارع خطير، شوي مش وايد، شوي 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 يا خطير. زين وبرفع السرعة فيه، بتشوف تستوي حوادث. سلوب تو ستيب، إذا جبناه هني جبناه بالعكس بعدها يعتبر. زين ترى انتم بنفس الارتفاع ترى. زين خلينا ننزل هذا. زين هني بالشارع، ايوه النحت اللي سويته. زين ونبغى نيب بالشارع من ارتفاع، ولا هذا خلاص يسد او مش قضية يعني. الحين نقدر نيب شارع سيدة، اظني شارع سيدة مش قضية هاي. انزين شوف الشارع، والله ان الشارع هذا مال حوادث، والله ان شارع حوادث، بس مو مشكلة. شوية اكشن ما يضر، شوية اكشن ما يضر. بس خلينا نحطيه من باب المتعة،
هاي واي. شوف الهاي واي له طوارف فحلو. اذا خلينا نسوي، اذا سويناه جسر بالعكس ما يستوي فما ينفع. خلينا نسوي عادي، خلنا هذا بالطريقة هاي، يعني يعتبر شارع نوعا ما، بشكل ما يعتبر شارع. خلنا نسوي هذا بعد هذا هاي واي، لأن هذا ما نبي نبني حوله أي شيء، خلي شارع الخطير شارع الموت شيء زين. وكذلك التقاطع ماله هذا هاي واي. ايوه ابا يقص اللي بال شوي والله شيء. لحظة، اذا هذا نزل الحين بيكون حلو، وايد وايد حلو، وايد حلو، وايد حلو، وايد حلو. ايوه ايوه انا ابا هذا اللي جاي هني ما يشوف اللي هني، ابا يدعم قصدي، يعني ما ابا يدعم، يعني انسان طيب زين. واني بهذا ايوه، شوف الشارع محلى. حتى هذا نقدر نسوي هاي واي، ما نبي نبني شيء هني، خلى هاي واي كامل، خلى الناس مسرعة شوي. اوكي اهو، مش الهدف منه السرعة، لكن اللفة هاي خطيرة والله ترى، اني بيستوي حوادث ثانية بس حلو. يوم بيمر القطار تحته بيكون شيء جميل. وين القطار؟ القطار خلينا نسرع القطار. هذا 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 القطار. يا شوف القطار، شوف احلى كيف يمر تحت الجسر، نايس. بس تعرفون شيء ولا هذا شوي نزل هني. اوكي خله شوي يسيد شكله، يعني مرتب اكثر يكون، مو مشكله. هالقصات انا باها، انا ابغى هالقصات اصلا. شوفوا الحين عدل شكله، بس هذا مو بعدل، هذا لو نضعفه شوي والنيب هذا هني تشوف من فوق لا يخترب، من فوق قاعد يخترب زين. نسوي بالطريقة هاي هاي. اوكي الحين الشارع اقل خطورة نوعا ما، مستحيل اقل خطورة، لكن لكن هاي الميزة، يعني هاي الميزة. شو اسوي يعني، شو اسوي يعني، بحاول اسوي لهم شارع خدمات، يعني قاعد ادفع فلوس انا على الشوارع، يعني لازم يقدروني شوي زين. وين الماي مالنا؟ افضوهم اللي بعدهم زين. الماي يا حبيب الشعب، تعال انت لازم اوقف اللعبة لاجل عيونك. تعال نبى تانكي واحد زين، نوصله، نبى كهرباء. كهرباء هني وايد مهمة، لان لو ما اشتغل كهرباء انا ليش صرت ادرب البعيد؟ لا اوكي اوكي عادي مش قضية يعني هني زين. اهم شيء الماي يتم شغال. لحظه خلينا ننزل الماي واحد ثاني، بيكفينا وزياده هذا لين يجينا النووي بيستوي نفس الشيء ترى. ماي 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 اوكي، نايس 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 عجيب زين. اذا يبنى عياده حطيناها هنا، بتقولون ليش عياده؟ ها ما في شيء. لا 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 بسوي شيء، عياده مقبره فوق الليبل، بيكون شيء جبار. ناس تي زيارات هني حلو، بس شوي مايل. لحظة لو اشله احطيه هني بعد مايل، صبر خلنا نشله من هني لين، لا خلنا نجيب التول مالنا، صغر الفرشاة زين، نسوي له افتيبل زين، ونحطيه الحبيب هني. هني عنده مشكلة زبايل، وين ما عندنا مشكلة زبايل، لكن بنحط ريسايكل هني ان شاء الله. لا ما باخذ مخاطرة، لحظة انا اسوي بالطريقة هاي كامل زين. بنحط اثنين ثلاثة ريسايكل، لان هذا يعتبر مكان مركزي اقدر اوصل. شارع من هني لهناك بعد يا حبيبي، مكان مش مركزي اللي بعده، اروم اوصل شارع لين هني، اقدر اوصل شارع المدينة هذه. نايس دد يعني وايد نايس دد. لحظة شوفوا ما قلت نايس، نايس دد متعوب عليها ترى، احد يقول سبرينج غلط ازعل منكم. انزل تعال ماي
ما إلى المنطقة هذه نبغى. هني بنحطي عماير، بس مو بالعماير، بعماير الصغار. زين خلنا نشيل هايل، نحطي عمارتين هني. انترستنج، العمارة كيف تطلع هني إذا حطينا عمارة؟ شركة واحدة بنحطي هني، وبنحطي بيوت هني، بيوت كبار. خلنا بيوت غلط شوي، ما علي مشكلة، أنا باهن بالطريقة هاي. بنحطي مطافي، ترى شوفوا هذا بيغطي لنا، بيغطي المدينة بعد ترى، يعني مش مشروع فاشل. زين، والتور مال النار شوفوا مكانه، لأن هذا مكان متوسط، يوهو بيغطي مساحة حلوة، بس ما بيكفي يعني، بس اتس اوكي اتس اوكي. انزين ما نبى فاير هاوس، نبى الشرطة الحين فوق. زين وهم عايشين عند ماي، عند خدمات، ترى على الأغلب اللي عايش هني بيداوم هني، هاي شي حطوه في بالكم. يعني نسوي شي قريب، شوفوا العماير الصغيرة أحلى على هني، أحلى. ممكن نحط عمارة عودة حق شي معين، فندق هني، أعرف فندق الماي نسمي ولا ما أعرف، بس المكان زين، وايد زين. بما ان عندنا منطقة صناعية نحن، شو الكهرباء فل صح، نقدر الحين لازم نفضي هاي صح، خلي هاي اللي عندهم لانه قاعد يفضونهم. كيف التفضيع عندنا؟ ممتاز ممتاز، لانه في كل منطقة تقريبا في عندنا هذا ريسايكلينج، بس ما راح يكفي. بنحتاج مواقع عمل هني، بنحتاج انسنتريشن اللي هو يشيل ضغط عالي، خليه يفضي بسرعه كل شيء، مو مشكله. واحد من هذا الاتجاه يطلع، واحد من هذا الاتجاه احسن، عشان زحمه الشاحنات. تعرفوا انتم كل ما نسوي شيء تسوي زحمه شاحنات عندنا. زين هاش اخبار الشرطه عندهم؟ ما عندهم شرطه صح. وعلى قولت الانجليزي وي ويل توز ذم، يعني بنعقلهم مركز شرطه، بنعقلهم سجن هني. سجن يبالنا سجن، بس لحظه، السجن في سجون وهالسوالف، بعقلهم هني منطقة جيدة حق هالسوالف. سوري شارع غلط، خلنا نسوي شارع أكبر، أربع سيدات. شارع بيستوي رئيسي غصب هذا، لأنه في الوسط مار صح، خلنا نسوي ستة. زين بنحط لنا مهني شوارع صغيرة، بس بمساحات طيبة، يعني مش مساحات صغيرة. زين خلنا نحط هذا هني، الشارع هذا الطريقة هاي. اوكي وكهرباء ليش ما توصل لهذا الحبيب؟ زين خل توصل له كهرباء. زين وبنحطي لهم سجن، هذا سجن حق المدن كلها بيكون، اتصور بيوصل كل حد، بيوصل كل حد، هو مساحة سجون يعني، بيبونهم في النهاية، المفروض ان يبونهم في النهاية. زين والهليكوبتر مال الشرطة، أنا أحس إن هذا مكان دبلوماسي حق شغلة نفس هاي، بس ما في مكان حاليا، وسوينا زحمة نحن شوية غصب يعني، فالزحمة الغصب هذه راح يكون لها تكلفة. زين شو المدخول مالنا؟ المدخول مالنا طاح أرض على فكرة، مش ناشي. أوكي أوه نسيت الماي، لحظة ليش ما تذكروني؟ خلينا نحط مويه هني بعد. ايه تعال، ها ما عنده مويه. انزين الحين هني لازم يكون في مدينة صغيرون، مش صغيرون، ما في مدينة صغيرة عندي انا. ليش ما اسوي هني مدينة عمالية عندهم؟ ادري تلوث وهذا، بس في ناس لازم تداوم قريب صح؟ اوكي بنحط هني هاي، في بينهم بين شو اسمه المسافة. زين بنحط طريقة هاي، محلات تجارية عندهم عيادة؟ لا لهم عيادة حق المنطقة كامل، حطي لهم خدمة توصيل المقابر، بنحطي لهم مطافي بما انها صناعية، ما بروح تشيب، بروح شوي الغالي. انزين لانه بيغطي لي هاي المنطقة كامل، مع هاي اللي مع كل حد. المفروض هذا بعي خضر، لان هذا فاير ستيشن زين، المفروض يكون برج المراقبة عند فاير ستيشن.
خلي راخب من المنطقة هاي، خلينا نراقب المنطقة هاي، خلينا نراقب المنطقة هاي. حتى هني محتاج، هني محتاجين ضروري ضروري للغاية. انزل، غطيناهم هني مطافي شرطة. انزل شرطة وعيادة، عيادة عندهم خلاص ما يبون عيادة عندهم. المدخول تلاحظون نزل الأرض، بس الحين بيرد يرتفع فوق شوي، بيرد يرتفع. بس اللي نبغى نسويه الحين محطة قطار حق هايل. ليش؟ أساس ما يسووا لنا مشكلة في التوصيل أي طلبات، ويوصلون أي شيء. يجون هني حق الصناعية هاي، والصناعية هاي عن طريق الخط هذا بتشبك مع باقي الصناعيات كلها الموجودة. فهذا شيء مهم جدا جدا للغاية، يعني مثل ما تقول مهم سري للغاية، مش سري يعني، لكن مهم. لحظة، إلى هنا يعني سجون مزعج، ما الناس بتنزعج هنا أصلا، الناس بتنزعج. بس عندنا أماكن حلوة نبني فيها ترى. بس الحين خلنا نشوف الموضوع المصانع، أوكي؟ هذا يسمونه إدارة الطوارئ والأزمات، هذا اللي قاعد نسويه الحين. إنزين، glass manufacturing plant هذا وين بيروح؟ أنا بخبركم. هذا بيمشي في المنطقة الصناعية اللي راح نرسمها بالطريقة هاي. إين هني؟ زين، وراح يكونون هني في منطقة صناعية كلهم عند مصنع الستيل في مكان مختلف شوي تماما. ليش؟ لان هناك في موارد ونبغى نستفيد من الموارد، صح؟ بالطريقة اللي نحن مسوينها حاليا ما نقدر نستفيد من الموارد. فخلنا نعطي شارع صناعية على الطاير ويسار 4 خطوط، شارع اساسي من هني. من هني مشروع غير طيب. خلي اشيل هايل، أنا وصول كهرباء بأي شيء ثاني، هي موصول بالعماير. بس إذا أحطي هاي هني خلوني أحسب حسابه، ممكن إني بشارع من هني. زين، نسوي بالطريقة هاي نوصله، إني بشارع من هني يوصل لهذا المكان ونوصله، على أساس ننقل الحين هذا تصنيع الزجاج، ننقل لين بشوف قياس. لحظة، لين هني مشروع قياس، لين هني نبى ماي، هي نبى ماي. فالحين كل شيء لازم هني مصانع تنرص رصة، اوكي؟ اي شيء مصانع عندنا استورات بنبى هني استورات، لازم نسوي له منطقة خاصة بعد. انزين، من المصانع هني انا راح اسوي شارع ثاني، ما احتاج الشارع الكبير هذا كله. خلنا نحطي يوتير، خلنا نخلي مسافات فاضية حق شغلات ثانية. لحظة، انزين، والمستودعات تخزين خلينا هني، اوكي، تخزين خلينا هني، تخزين كله هني، هذا كل المستودعات. انزين، الحين نمد لهم الشارع وراهم بالطريقة هاي. كلهم يبون ماي 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 ماي، ان شاء الله. هاي مناطق مستودعات، بتشوفونه في النهار كيف بيطلع، بيطلع شيء حلو ترى. انزين، بس خلنا نوصل الكهرباء اول شيء، بدل ما نوصل هنا كهرباء. بس هذا ما عنده كهرباء، ليش؟ في نقص كهرباء عندنا شيء؟ لحظة، اوكي، الحين استوت الكهرباء عندنا بالعكس من هذه المنطقة. فهني المشكلة، وصلنا لخطوط تحت الارض كلهم بيهم كهرباء. الحين باب الاحتياط، خلنا نوصل الكهرباء بالطريقة هاي. ليش عنده مشكلة مجاري هاي؟ المفروض ما عنده مشكلة مجاري. اوكي، ما كان عنده كهرباء هذا، اوكي اوكي تمام. ماشي الكهرباء، كل حد عنده مشاكل. انزين، سمول وير هاوس، مستودع صغير. خلنا نحط المستودع الصغير هذا المكان، مستودع صغير ثاني نحطه هني. اعداداته ما تغير، اوكي ممتاز.
ريسايكلينج سنتر هذا 9% فل، هذا بنشله أصلاً عن بكرة أبيه. بس خلنا نحط ريسايكلينج سنتر هني، بيصير الصوب الثاني ما عليكم. وبنحط لنا شارع أساسي الحين، ايش يسوي الشارع هذا؟ يوصله هني بس. لحظة إن شاء الله أقدر أسوي بجريد. لا ما أقدر، ما أقدر أسوي بجريد، بس ما مفروض تكون عندي ضغط الزحمة الخرافي يعني، مفروض ما يكون فيه. زين انتوا ليش ما عندكم كهرباء؟ سؤال. اوكي، لاني شليت هذا فحلقة الوصل مرة ثانية انكسرت، لازم اطالع انا شو قاعد اشل. شوي شله شوي عشوائي يستوي عندنا مشاكل. انزين كمستودعات كمصانع كهذا كله تم النقل الى هذا المكان. انزين هذا المصنع العود، كلهم بيشتغلون هنا الحين كقوة عاملة، هنا بيشتغلون. بيون من الصوب الثاني بياخذون الدرب، لكن مو مشكلة. الحين هذا قطار بعد شغال. اسف ترينز، هذا ترين عادي صح؟ اوكي حكم علي. نبا مال كارغو سير، اصلا حجمه غير بعد، فما راح يركب بنفس الطريقة. لحظة خلنا نشل السكك اللي موجودة، حطيلنا سكة جديدة كاملة. طريقة يبين نوعا ما النسيجة. اوكي ممتاز. كيف النزلة هني؟ نزلة خايسة. خلنا نرفعها من هنا يا عيال. من هنا ما يصير نرفعها صح؟ خلنا ننزلها من هنا شوي تشوف. بس اهم شيء السيارات تقدر تمر. لحظة خلنا نرفع هذا شوية. هذا ما برفعه، ما حط الخطاب. لا زين، وايد زين. بس يبغانا ننزل هذا شوي بالتدريج يعني. اوكي هذا جيد جدا، هاي حطينا القطار الصحيح. زين ما عندهم عمالة، اعرف ما عندهم عمالة، ما في مشاكل. كل مدينة ياسين نشربك المدن في بعض. نحن شوي زين. هاي الفضو عندنا لاها بعدهم. وين 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 تبغى تقول فضو؟ بس بعد تلوث الارض ترى ما راح. كيف ليش في تلوث عندي هني؟ انا ملوث الماي يا حبيبي. لحظة شوف ان شاء الله سنحل المشكلة. اوكي ممتاز ممتاز. بعيد عن هذا الحين بيشتغل. اوكي هذا التلوث اذا ما راح بيسوي لنا مشاكل، والله بيسوي لنا مشاكل، مشاكل كبرى بعد، مش مشاكل بسيطة. زين هذا الموقع مالنا، وهاي اللي بالهم حلات خفيف خفيف دكاكين، كاكين عادية. زين هاي شغالين انتاج امورهم طيبة، ما عندنا مشاكل. هل بس عندنا مصانع جديدة احنا ما حطيناها، اللي هي فايبر جلاس. فايبر جلاس يركب هني ممتاز، بنحطيه. اور اندستري ستورج، هذا كم حجمه؟ ليش عندنا ستور كبير؟ بنحطي واحد، بنشوف اشكالهم كلهم كيف. فايبر جلاس حطيناه، هذا حطيناه. جلاس مانفاكتشرنج عندنا اثنين. جرايندنج عندنا لارج اور ماين، ما عنده مشكلة. اول شي بيبا اور يطلع لنا جلاس. فايبر جلاس بلانت، جلاس مانفاكتشرنج، زي كلهم يطلعون جلاس. يستهبلون علي نفس المنتج، اثنين غير بلانس. هذا بيخزن كل شي ثاني. والله ستور حلو، عود بعد.
شكله فنان. وهاي السمول وير هاوسز عندهم ميتالز، عندهم هالسوالف، منطقة حلوة يعني. الحين شو بنسوي نحن؟ ما بزيدهم الحين، تعرفون ليش؟ بترية شوي، بترية بترية ما بسوي. زي خلينا نوصل هذا الشارع بهذا الشارع. في ناس مكتبوا تي من هذا الطريق صح؟ نوصل هذا الشارع، بس يبالنا بيوت. نحن يبالنا بيوت، اذا البيوت يكون هني بالطريقة هاي. شوفوا نسوي الطريقة هاي نص الشارع، بس هذا بنسويه كبير، هذا بيكون مجرى أساسي شوي. الشارع بيكون، لا مش هذا، سوري. زين هو الطريقة هاي اوكي، هذا معناه ممتاز. يبالنا هني عندهم 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 اي بعد ما عندهم، لكن التكاليف بس عندنا فلوس، خلنا ندلعهم دام عندنا فلوس لا نقصر وياهم. زين مقابر هني في الزاوية، هاي الخدمة اللي I have to make so much so much. زين بنحط لهم هني بعد حديقة ضخمة. بالحديقة في حديقة أركب ما يستوي، لا بنحط لهم ملعب كرة سلة، ملعبين كرة سلة، بنحط لهم ماي، اوكي. هاي اللي عندهم أزمة في الصحة ما أعرف ليش، بس الناس قاعد تموت هني. عندهم تلوث؟ لا عندهم حشرة، بس حشرة ما تذبح الكثر. وعندهم هني مقبرة في الوسط، عندهم كل شيء. هل ناخذ سمتوريوم واحد نحطي لهم؟ أقول بحطي لهم اثنين، أوكي؟ إن شاء الله ما يبون العيد والكارثة والمطمة. إنزين هني بيوت، هني بيوت، بين البيوت هذا كله. خلنا نسرع شوي، خلي الكهرباء عندهم. زين أبا هني بعد مدرسة، والله حطيته بالغلط، دام حطيته خلاص حلال عليهم. هني قريب مصانع، يعني مدرسة فنية لازم تشتغل أكيد. هني المنطقة هاي شوي راح تتغير عن إخوانها في التركيب. يبالنا لحظة، يبالنا هذا نمسحه، سوي دكاكين، يكون عندهم محلات وهذا يشتغلون وكذا و... يعني شيء زين يكون، يعني شيء زين يكون. هي المصانع خبصت التصميم في اللعبة شوي، يعني سوت لي أزمة من حيث التصميم، مع أنه الموضوع مرن جدا من نواحي أخرى. إذا فهمتوا قصدي، ما أعرف إذا قصدي واضح ولا مش واضح. فشوي سوالنا أزمة. نبى الناس تدخل في نفس الوقت. أبغى اختارات داخلية، بس هذا مش الحين، هذا مش هالحلقة، هذا بيكون على الأغلب بعد ما نسوي مدينة هني. بسوي مدينة هني ذات مداخل كثيرة وجسور، وبيكون شوي سياحية اللي هني فيها مطار أبغى أسوي. بس المطار بعدنا عليه أظني، هي بعدنا عليه، وأنا 60,000 بس للحين ماشيين عدل كاقتصاد، يعني كاقتصاد أمورنا 200 200. المهم يا جماعة، ها كانت حل المشاكل عندنا لهي الحلقة، ما بطول الحلقة أكثر. مشكورين على المتابعة، نشوفكم في حلقة قادمة.
بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.